للمزيد ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السيد خالد حسين المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس. أرحب بك سيد خالد في نشرة أخبار الثالثة. إذن يعني سجل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين للنصف الأول من العام الجاري نموا بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 2.3%، مدعوما طبعا بنمو الأنشطة غير النفطية. كيف تقرأ هذه المؤشرات الإيجابية؟ السلام عليكم ومساكم الله بالخير. وطبعا في البداية يجب أن أشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هو يعد مقياس أساسي لحجم الاقتصاد، ويستخدم هذا الناتج المحلي لتحديد مدى نمو الاقتصاد أو انكماشه. واليوم احنا عند يعني تحقيق المملكة لمعدلات نمو في الناتج المحلي خاصة في النشاطات الغير نفطية، فهذا يعتبر مؤشر إيجابي في ظل مواجهة الكثير من الاقتصادات على مستويين، سواء كان الإقليمي أو الدولي، لتحديات تقلل من احتمال تسجيلها لأي نمو في عام 2024. ولهذا فإن النتائج الإيجابية اللي أعلن عنها يوم أمس في جلسة مجلس الوزراء واللي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هذه النتائج تعكس نجاح الحكومة في بلوغ مؤشرات مهمة على صعيد تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة، وهذا طبعا سيتيح توفير خدمات عامة أفضل وتحسين ظروف الحياة للمواطنين. وعليه لأن تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفي الأنشطة خاصة الغير نفطية هو في اعتقادي ركيزة أساسية لاستقرار تطور الاقتصاد على المدى الطويل، وهذا اللي يخلينا احنا فعلا اليوم نفخر ونعتز بهذا الإنجاز الوطني. نعم سيد خالد، يعني ما أهمية أداء القطاعات غير النفطية وكيف تسهم أيضا في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام؟ التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين بيّن أن الأنشطة الغير نفطية ساهمت في رفع مستويات النمو وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 85.2% خلال الربع الثاني من 2024. هذا يبين مستوى التقدم اللي أحرزته هذه القطاعات، واللي هي تشمل طبعا قطاع الصناعة، التجارة، السياحة، الخدمات المالية وغيرها، واللي هي طبعا تعد يعني خطوة أساسية لتحقيق النمو المستدام وأيضا تقليل المخاطر الاقتصادية اللي هي ترتبط بالتقلبات بأسعار النفط. على هذا الأساس يعني أنا أشوف في نتائج هذا التقرير طبعا هو فرصة لتعزيز قدرة اقتصادنا على التعامل مع عدم استقرار أسعار النفط على مستوى العالم. مع العلم يعني احنا جدا سعيدين بأن الحكومة اليوم طبعا أعلنت عن التقدم في تحديث مصبات النفط بابكو بنسبة 97%، وهذا ما يبين أن الحكومة تعمل على جميع الأصعدة لتحقيق الأهداف، سواء كان في مجال اللي هو الأنشطة النفطية أو غيرها، وأيضا هذا يساعدنا في استكمال برامج التعافي الاقتصادي والتوازن المالي. نعم سعادة السيد خالد حسين المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس، كل الشكر لك على هذه المداخلة.